مرحبا بلوسات تي في في مقر خوك الشوك استوديو خوك الجوك. الجريمه كما كنقولوا دائما جريمه بشعه، وهذا الكلام ولا عندنا متداول ديال الجريمه بشعه، لان باش شاب في مقتبل العمر يذبح الاب ديالو وزوجه الاب ديالو، يعني شويه هذا الشيء صعيب بزاف. ومع العلم انه كيقولوا هذا الشاب هذا راه يعني انسان طيب في الحي ديالو، والناس اللي كيهضروا عليه قال لك تصدمنا فيه كيفاش ذبح الاب ديالو داز الزوجه ديال الاب ديالو، يعني شويه صعيبه. هنا جينا نشوفوا غنقلبوا غنلقاو هو مريض اصلا نفسانيا، كيقولوا الناس انه مريض نفسانيا وكيتعاطى لشي حاجه ديال المخدرات، ودائما كتكون المخدرات هي السبب ديال بعض الوفيات اللي كتكون اللي ولات كثيره مؤخرا بزاف. كتسمع هذا ذبح هذا، هذا قتل هذا، يعني هذا الشيء الله يحد الباس وصافي وحق الله العظيم. وراه عمل زادت كثرات، راه ما كانتش، هذا هو المشكل. دابا راه ما كانش هذا الشيء في القديم، اولا لا كان وما كانش الاعلام، هو راه كان غير ما كانش الاعلام، ولكن ما كانش بهالطريقه فحال هكايا. راه ولات القرقوبي ولا بزاف ولا الغبره ولا الحشيش ولا هذا، يعني صراحه هادشي والله لا يندلوا الجابين قسما بالله. الله يدير شي تاويل ديال الخير. حيت شوف دابا حتى في كوفيد الاعلام خدم، في كوفيد حتى الاعلام بان، يعني ولا كيبين هاد الحالات كيسمعنا كي الاعلام كامل كيطلع. يعني اللي كان صراحه كنوجه لهم واحد التحيه كبيره، اللي كي انك انت بارك في البيت ديالك اولا في المدينه اخرى، وكنوصل لك انا واحد المعلومه اللي انت يا مرتاح حتى كتجي عندك كتعرف الحقائق كامله. عائله متواضعه جدا عاديه، كيعيشوا في حالهم في حال الناس، كيتغداو تما في حالهم في حال الناس، كياكلوا كيشربوا، ما عندهم حتى شي مشاكل اللي زعما علاش غادي يوقع هاد الشيء هذا، الا الدري عنده اضطرابات نفسيه. وديجا راه كيقولوا بانه كانوا كيديو السبيطار وما بغاوش يشدوه اليوم. هنا الدور ديال المجتمع المدني، لان كيف ما قلت في السابقه ديال الدوله راه ما غاداش تقابل كل شيء. راه كون كانت الدوله غادا تقابل كل شيء ما غاديرش جمعيات، ما غاديرش بزاف ديال الحوايج، يعني غيقابلوا شغلهم. ولكن راه ما دام كندير واحد الجمعيه، كندير واحد المنظمات، كندير واحد بزاف ديال الحوايج، علاش هما باش يعاونونا في الـ 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 في الخدمه ديال البلاد، ويعاونونا مع الشباب، ويعاونونا مع هما كيكونوا قراب للشباب بزاف. الخلايا في الناس اللي خدامين، في الناس اللي خدامين. الا ما عندكش الماوى عامر، غادي ديكلاري بان الماوى عامر، ما كاينش لواحد الحاجه غادي ديكلاري، هما ما كيديكلاريو وما كيديروا حتى شي حاجه، خدامين عبوا حدهم اللي بغاو يشدوه اللي بغاو ما يشدوش. الميساج ديالي الاخير هو اتقوا الله في انفسكم، راه اليوم الدنيا وغدا الاخره.